كما استعرض الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشار الرئيس السيسي للحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر. لقد استعرضت مع السيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين، وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.